أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الرئيس هادي في المكلا في أول زيارة يقوم بها إلى محافظة حضرموت، ويرافقه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. تحركات لها أهمية خاصة في ظل استمرار حالة التجاذب السائدة في البلاد ومحاولة خلط الأوراق لإرباك المشهد السياسي بشكل عام. للمرة الأولى يتحرك الرئيس هادي بمعية رئيس الحكومة بحثا عن حلول اقتصادية ترفد ميزانية الدولة الفارغة، ويبرز على رأس أولويات الزيارة ملف إعادة تشغيل المؤسسات النفطية في المحافظة التي تشكل أهم روافد الحكومة في المرحلة المقبلة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذه الزيارة لنناقش دلالاتها في إطار تحركات الحكومة لإعادة تطبيع الحياة إلى المحافظات المحررة. بعد عدن ومأرب، الرئيس هادي في المكلا رسالة مفادها أن الحكومة تسعى للانتقال من مربع الكلام إلى مربع الفعل، وما كان بالأمس مستحيلا بات اليوم ممكنا. الملف الاقتصادي والخدمي سيكون على رأس أجندة زيارة الرئيس إلى حضرموت، كما أن الحراك السياسي الذي تشهده المحافظة ربما كان دافعا للرئيس هادي للتواجد هناك في هذه اللحظة لتوجيه دفة هذا الحراك الذي تتجاذبه أطراف عدة واتجاهات مختلفة والإشراف على مخرجاته. نبدأ النقاش ولكن بعد متابعة هذا التقرير. خطوة جديدة تخطوها الشرعية، هذه المرة في طريق إعادة ترتيب المؤسسات الأمنية والعسكرية والتموضع أكثر في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة. دلالات كثيرة تحملها زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي لمدينة المكلا، لعل أهمها الاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة وتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل التنظيمات الإرهابية في أكثر من منطقة خلال الفترة الماضية. زيارة رئاسية هي الأولى إلى عاصمة حضرموت، إلا أنها وبحسب مراقبين تأتي في سياق الوقوف على واقع المحافظة واحتياجاتها الخدمية، إضافة إلى حلحلة الملفات الشائكة في المحافظات المحررة الأخرى، وهو أمر يحاول الرئيس هادي المضي فيه من خلال هذه السلسلة المتلاحقة من الزيارات. وعلى الرغم من أن حضرموت كانت من المحافظات القليلة التي سلمت من الاجتياح الحوثي، إلا أنها في الوقت ذاته لم تسلم من تداعيات الانقلاب، والذي أدى لسيطرة تنظيم القاعدة بشكل مؤقت على أجزاء من المحافظة الكبرى في البلاد. تمكنت حضرموت بعد ذلك من التعافي سريعا والتخلص من سيطرة القاعدة، وعادت عاصمة المحافظة وغيرها من المدن لمسار الحياة الطبيعية عقب حملة عسكرية أعادت الجيش والأمن إلى المحافظة، الأمر الذي جعل الحكومة والسلطة المحلية تشرع في إعادة بناء أجهزة ومؤسسات الدولة. تمثل محافظة حضرموت حجر الزاوية في مشروع الدولة الاتحادية التي أعلن عنها الرئيس هادي، وهو المشروع الذي لاقى رواجاً واسعاً لدى مختلف مكونات المجتمع الحضرمي. ولعل انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع دليل إضافي على مستوى وحجم طموحات الشارع الحضرمي الذي بدأ التنفس بشكل منتظم وأعاد ترتيب البيت من الداخل. يبقى الاقتصاد أيضاً إحدى محطات هذه الزيارة، خصوصاً وأن هناك العديد من الملفات تتعلق بموضوع الشركات العاملة في القطاعات النفطية بالمحافظة، إضافة إلى موانئ التصدير للمشتقات النفطية وغيرها من المواضيع التي ظلت ساخنة بشكل كبير خلال السنوات الماضية وما زالت تنتظر قرارات شجاعة لحسمها. رسائل عديدة إذن تحملها التحركات السياسية للرئيس هادي في المناطق المحررة، والتزامات كثيرة ينتظرها المواطنون في مختلف هذه المناطق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا من المكلا مع مدير عام مديرية المكلا دكتور عبد الباقي الحوثري. مرحبا بك سيد عبد الباقي. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. دكتور، اجتمعتم أنتم مع الرئيس هادي بعد وصوله اليوم، ما هي أبرز المواضيع التي تم مناقشتها في الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لكم في قناة قبليس. وبالحقيقة طبعا زيارة فخامة الآخر الرئيس المشير أبو منصور لحضرموت كانت بالفعل يعني زيارة فرح بها الجميع، وهو فرح معنا أيضا،
وفرح أيضا بحضرموت عندما رأى كل ما أنجز خلال فترة من بعد تحرير حضرموت. الزيارة بالحقيقة كانت منتظرة جدا. نحن في السلطة المحلية في المحافظة متمثلة باللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وأيضا كل الطاقم السياسي والعسكري في حضرموت منتظرين هذه الزيارة، لأنها ستعكس بشكل واضح أمام السلطة الشرعية الرئيس الشرعي كل ما أنجز ووضعه أمام كل القضايا المهمة، ودعمه طبعا ضروري جدا. طبعا التواصل دائما السلطة نقل محافظة الرئيس، لكن كانت الزيارة لها وقع كبير عند أبناء حضرموت. وبالفعل حقيقة اليوم كان لقاء طيب ويوم مفعم بالسعادة من الجميع، من كل الأطراف، سواء كان الأخ الرئيس، وكان لقاء كل ابتسامة وطرح شفاف. وفعلا أقولها حقيقة يعني هو مرحب به مع دولة رئيس الوزراء والوزراء المرافقين. نعم. وبالفعل طبعا اليوم مباشرة قد بدأ البرنامج بالنسبة لوصول الأخ الرئيس. طبعا ما هو هذا البرنامج؟ هل لك أن تطلعنا عليه وعلى أبرز قضايا وملفاته؟ طبعا في بداية الأمر كان الاستقبال في مطار الريان مباشرة، بعدها بساعة حوالي قد التقى اليوم الأخ الرئيس بالسلطة المحلية بكل طاقم السلطة المحلية، بمدراء المكاتب التنفيذية، مدراء المديريات، وأيضا الجهات المعنية. وكان اليوم هو أولا قبل كل شيء هي كلمة توجيهية من الأخ الرئيس. فعلا كانت كلمة يعني مؤثرة، وكانت كلمة مسؤولة بالفعل جدا. وكان أبدأ ارتياحه بما شاهده في حضرموت من أمن واستقرار ونظافة واستبشار الجميع يعني في هذه الزيارة. وبالفعل هذه اللقاء كان لقاء أخوي أكثر منه أن يكون رسمي. وبعد ذلك طرح الأخ المحافظ كثير من القضايا الرئيسية. طبعا نحن نتحدث لأنه في حضرموت السلطة المحلية تبذل جهود كبيرة بجهد ذاتي في تسيير كل الأمور الخاصة بالمواطنين الخدماتية وغيرها. وأيضا كذلك الجهات العسكرية تقوم بأمورها الأمنية والأمن طبعا بكل ما يلزم في ذلك. نعم. طرح كثير من القضايا وأهمها استراتيجية هي مين المكلة، موضوع الكهرباء، موضوع المياه، موضوع الصحة أيضا، التعليم، وكانت كلها والطرقات أيضا ما لحق. طبعا نحن نعرف منذ التحرير هو أشهر، يعني طبعا نتحدث عن أشهر بعد تحرير المكلة، عانت المكلة وتجمدت كل الأمور في داخل حضرموت. طبعا كلها توقفت الحياة، فكان هو اتجاه واحد فقط، ما كان تسييره من قبل أحكام عرفية وأحكام خارجة عن القانون. لكن الحمد لله تعافت حضرموت، ونقولها بصراحة تعافت وسط تعافى طبعا بمجهود الجميع، الكل ملتف، سلطة سياسية وعسكرية وأيضا مجتمع في حضرموت الحمد لله في ذلك. نعم. طبعا القضايا دكتور عبد الباقي، عفوا على المقاطعة، هذه المشاكل والخدمات التي تحتاجها المحافظة، هل تم طرحها اليوم في الاجتماع مع الرئيس هادي؟ هل تم إقرار موازنة تشغيلية لحل هذه الإشكاليات وفي المحافظة؟ بالفعل اليوم كثير من الهدايا هنقولها طبعا، يعني الذي قدمها الأخ الرئيس طبعا، فكان متجاوب بشكل كبير. هو طبعا أبدأ ارتياحه طبعا بما وصلت إليه المحافظة، ودل الكثير من الصعب، ومنها اليوم والأخ دولة رئيس الوزراء كان موجود أيضا، وتحدثوا أنه بداية 2017 إن شاء الله ستكون موازنة اعتيادية بما كانت يعني معمول بها. وهو كان يشدد على قضية كبيرة جدا، طبعا ايضا الجانب العسكري ان يتم استيعاب الجميع، وضعهم في قاعده بيانات، ايضا ان تكون كلهم تحت سلطه عسكريه واحده،
وليس نعم. يعني فرق وما شابه ذلك. الجانب الأهم أنه يتحدث عن الجوانب أن تديروا أنفسكم بأنفسكم، أن تبدأوا كأقليم أن تتعاملوا في هذا الجانب. نحن لا نريد عملية مركزية، نحن عانينا كثير من الجانب المركزي، هو يتحدث بذلك، وعليكم أنتم الآن أن تعتمدوا على أنفسكم. نعم دكتور عبد الباقي، هل خرج هذا الاجتماع بقرارات واضحة؟ سمعنا عن إنشاء كلية شرطة وعن إعادة تأهيل مطار الريان، ما هي آلية تنفيذ هذه القرارات؟ هل تم وضع آلية لتنفيذ مثل هكذا قرارات؟ بالفعل نحن نتحدث عن الآن في تجهيز لمطار الريان طبعا، وتجهيز السلطة المحلية أيضا هي يعني مجتهدة في هذا الجانب، وأعتقد أنه كان الوعد من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يناير يكون عملية البدء. وكان الأخ المحافظ، نحن عندنا لقاء كان يوم الجمعة مع بعض، وكان يتحدث أيضا إن شاء الله سنبدأ ببعض الرحلات الأولى وبعد ذلك تليها رحلات أخرى. هذا الجانب. الجانب الناس تحدثت أيضا عن كلية الشرطة، وهذا كلية الشرطة هي ستخدم الأقليم بشكل عام اللي عندنا شبوة وأيضا محافظة المهرة وسقطرة وحضرموت أيضا بما فيها حضرموت الساحل والوادي. وأيضا كان من أهم الأمور هو أيضا يعني تفعيل الجوازات. الآن الناس تعاني معاناة كبيرة جدا، المرضى وأيضا بعض الناس اللي يعني يريدوا أن يخرجوا جوازات وغيرها في المكلة. بالرغم من ذلك ورغم هذا الاستقرار إلى الآن لم تبدأ بعد. وأيضا هو فعلا أعطى توجيهات واضحة بأن يكون أيضا من يوم 15 يناير أن تكون جاهزة الهجرة والجوازة. وأيضا قضايا أخرى وضعت أيضا في الخدمات، فكان أقول لك حقيقة يعني هي زيارة مثمرة. ويعني نحن أيضا يعني وجوده فيما بيننا وفي حضرموت طبعا هذا يعني يعتبر بالنسبة لنا فخر كبير، ولكن أيضا هو تجاوبه في كل القضايا وتوجيهه بشكل مباشر لكل الجهات المعنية في كل القضايا التي طرحت في الاجتماع الأول الذي حدث اليوم وبعد وصوله بساعة حوالي أو ساعة ونصف. نعم دكتور، تزامن مع زيارة هادي إلى المكلا مطالبات شعبية بإعادة صياغة أو بعض الاتفاقيات التي أبرمت في عهد النظام السابق خاصة في مجال النفط والغاز المسال، هل تم الحديث عن هذا الأمر في اجتماعكم اليوم؟ هو طرح من قبل الأخ المحافظ وكان يتحدث بشكل صريح طبعا، وهو يتحدث ودائما يقول بانه بناء على توجيهات الاخ الرئيس، وبالفعل كان في تجاوب واضح. نحن نتحدث عن شركات، عن ابار يعني دمرت ووقفت، وايضا في شركات انسحبت يعني وانتم تعرفوا، وهذا غير يعني ليس سرا يعني. والان السلطه المحليه جاهده بالتواصل مع الجهات العليا بما فيها رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين بان فعلا ان يتم تفعيلها وفعلا لدعم الاقتصاد الوطني، ولكن بطريقه طبعا قانونيه بطريقه تليق بذلك يعني، وليس عمليه عبثيه. ففي اجتماعات تمت مع النقابات مع الجهات قبل فتره، واتخذت كثير من القرارات منها تشكيل لجان اشرافيه برئاسه الاخ المحافظ وايضا عضويه قيادة المنطقتين وأيضا المكتبي النفط وأيضا المستشار القانوني وكثير من هؤلاء الجهات المعنية لعملية كيف البدء بتفعيلها بشكل طيب وكيفية إجراء الشكل الصحيح في إعادة إنتاج هذه الآبار للنفط في حضرموت. نعم شكرا. إذن دكتور عبد الباقي الحوثري مدير عام المديرية المكلا، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم معنا من المكلا أيضا الصحفي عبد الرحمن بن عطية، مرحبا بك سيد عبد الرحمن. أهلا وسهلا، شكرا على قناة الجيف على هذه الاستضافة، وأشكر أيضا اهتمامكم بالملف الحضرمي والقضايا التي تتناولونها في حلقاتكم على عبر هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحمن. اليوم هادي في المكلا في زيارة أولى، ما هي أهم الأجندة والملفات التي جاء بها الرئيس هادي إلى المكلا وتم مناقشتها معه اليوم؟
بالتأكيد زيارة الرئيس هادي إلى مدينة المكلا، وأيضا زيارة الوفد المرافق له الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأيضا الوزراء المرافقين لهم. هذه الزيارة هي نوعية من نوعها، أيضا هي الأولى للرئيس هادي لمدينة المكلا منذ توليه الحكم في البلاد. هذه الزيارة تأتي في إطار دعم القوات الشرعية وقوات الجيش الوطني في محافظة حضرموت التي خاضت عمليات عسكرية كبيرة في نهاية شهر أبريل الماضي. أيضا وتأتي تأكيدا لتواجد الحكومة الشرعية والشرعية اليمنية المتمثلة برئيس هادي في المناطق المحررة التي يسيطر عليها القوات الشرعية. زيارة الرئيس هادي لا شك أنها سوف تحمل الكثير من القضايا والملفات، هناك العديد من الملفات الخدمية والعسكرية على طاولة الرئيس هادي يتم مناقشتها في هذه الأثناء. فور وصوله عقد اجتماعا مع المكتب التنفيذي بالمحافظة، ولعل الدكتور عبد الباقي أسهب في هذا المجال. هناك العديد من الملفات التي نراها أنها مهمة في الشارع الحضرمي، هناك العديد من المطالبات ومن القضايا التي يحملها أبناء حضرموت. يأمل الشارع أيضا في محافظة حضرموت أن يكرس الرئيس هادي جهوده في دعم وتثبيت مطالب أبناء حضرموت، سواء كان على مستوى الثروة أو على مستوى الخدمات العامة. مدينة المكلا بالتأكيد كانت تشهد عملية استقرار واسعة خلال الفترات الماضية، وهذا أيضا يأتي في سياق التأكيد على أن مدينة المكلا أصبحت مدينة آمنة، عكس ما يروج له في الإعلام أو في بعض وسائل الإعلام التي تحاول أن تجر حضرموت إلى مربع الإرهاب والعنف والتصنيف في هذا الجانب. محافظة حضرموت لها العديد من القضايا التي يحملها أبناء حضرموت منذ سنوات طويلة، هومشت وأوبسيت والكل يعرف هذا. حضرموت اليوم يؤملون على رئيس هادي أن يهتم بهذه القضايا وأن يجعلها قيد التنفيذ، وأن يجعل من محافظة حضرموت سيد عبد الرحمن، تحدثت عن مطالبات في الشارع الحضرمي، ما هي أهم هذه المطالب التي ينادي بها الشارع الحضرمي؟ طبعا الكل يعرف أن حضرموت تشهد حراك سياسي في هذه الفترة، هناك مؤتمر حضرموت الجامع الذي بدأت لجانه التحضيرية بالعمل منذ أكثر من 3 أسابيع. هذا العمل السياسي يأتي في سياق تثبيت المطالب التي ذكرناها. هناك أيضا الهبة الشعبية التي أعلنت في 20 ديسمبر، ولعل الذكرى الثالثة لها مرت قبل أيام. هناك العديد من المطالب التي يهتم فيها أبناء حضرموت، وهي مطالب حقوقية بحتة في هذا الجانب. هناك حق الثراء وحق أيضا في موضوع ما يتعلق بالجيش وما يتعلق بالأمن، هناك كان تهميش على مستوى سنوات طويلة في هذا السياق. مؤتمر حضرموت الجامع يأتي في هذا السياق في جمع وتوحيد الصف الحضرمي تحت رؤية سياسية وحقوقية موحدة يجمع عليها كافة أطياف المجتمع في حضرموت وجميع الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم. هذه المطالب تضمن أو تضمن حقوق حضرموت في أي مرحلة انتقالية قادمة، تضمن أيضا تنفيذ هذه المطالب من خلال الحامل السياسي الذي سيخرج به عبر هذا المؤتمر الحضرمي. نعم، إذا سيد عبد الرحمن تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة حضرموت السيد علي اليزيدي. مرحبا بك سيد علي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بقناة بلقيس وكل المشاهدين الكرام. نعم سيد علي، إذا زيارة أولى لرئيس الجمهورية إلى حضرموت، ما هي أبرز دلالات هذه الزيارة وما أبرز ما خرج به اجتماعكم معه اليوم في حضرموت؟ الحقيقة أنه هذه جاءت زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هي كانت زيارة مرتقبة منتظرة، كان يشاع هنا في ورقة السلطة المحلية من أنه الرئيس سيأتي بعد زيارته لعدن، وكان ينتظر بحين وآخر. طبعا اليوم وصل إلى حضرموت أو إلى مدينة المكلا بالذات، وفي ظروف طبعا كانت مواتية لهذه الزيارة، وحين وصوله التقى بالمكتب التنفيذي للسلطة المحلية وعدد من المدراء وعدد من المختصين في عدد مجالات الاستثمار والميناء والخدمات ومحافظ المحافظة
السيدة والأخ أحمد سعيد بن بريك وعدد من الأجهزة ذات الصلة بالسلطة المحلية والتي تخدم الاستقرار واستقرار الشرعية في المناطق المحررة. طبعا هو زيارته هذه جاءت على اعتبار أنها تعزز مسألة الاستقرار في الأراضي أو المناطق المحافظات إذا صح القول المحررة في المناطق الجنوبية والمناطق المختلفة الأخرى من اليمن. نعم سيد علي، تم سابقا إعلان حضرموت كإقليم مستقل، هل نستطيع القول أن هذه الزيارة تأتي ضمن استجابة مبدئية لمطالب أبناء حضرموت وتحركات ضمن هذا السياق؟ نحن لا نستطيع أن نجزم في الوقت الحاضر بهذا الكلام، لكن هذا كلام يتطاير هو بين أيوة أو لا. أيوة أنه يمكن أن يكون إقليم على اعتبار أنه هذا يهيأ له في ضمان الاستقرار في داخل حضرموت، ضمان الاستقرار في منطقة الإقليم، ضمان الاستقرار في منطقة اليمن بشكل عام، وضمان الاستقرار في منطقة الخليج والجزيرة بشكل عام. يعني هذا المهم، لكن إلى الآن هل تهيأ الظروف لهذا الكلام؟ طبعا كان هناك مطالب وكان هناك من أداء وكان طرح أيضا من قبل الحكومة في هذا الاتجاه أنه هناك إقليم سيكون ضمن الأقاليم المعترف بها والتي أعلنت من سابق، وهذا يدار الكلام في إطار كثير من القضايا المطروحة الآن في حضرموت، في إطار كثير من القضايا التي يتحدث عنها الرأي العام والشارع السياسي والشارع الصحفي والشارع الإعلامي والشارع المالي أيضا. وهذا مهم جدا على اعتبار أنه هذه قضايا تدخل في صلب التحولات الكبيرة والتحولات السياسية المهمة ليس في حضرموت وليس في اليمن، إنما في كل منطقة وكل الإقليم العربي تقريبا، على اعتبار أنها تؤثر من حيث أن هذا سيكون موضوع مهم جدا يتلحق بالعلاقات القائمة في منطقة الخليج ويتعلق بالعلاقات القائمة داخليا وعلاقات في الخارج. نحن ما تفضلت وقلت انه هل جاهزين او غير جاهزين، هذا يتعلق بالظروف. حضرموت تشهد استقرار، نعم لا غبار على هذا، لا مدينه المكلا وسيون وعدد من المدن الحضرميه تشهد كثير من الاستقرار والامن، وهناك حياه ماليه وحياه تجاريه وحياه والامور تسير سير يعني رائع وممتاز. وايضا في اطار اداء السلطه المحليه، نقول اداء السلطه المحليه الى هذه اللحظه علاقتها ممتازه بكل القطاعات وبالشعب وبالناس، وبالتالي تصل الخدمات الى ابعد نقطه وتصل الخدمات الى مكان الى كل مكان معقول. هذا كله يجعل منه رصيد لتهيئه الى ايجاد كيان في المحافظه او في المنطقه يسمى اقليم او ما يطلق عليه اقليم حضرموت، فهذا ايضا ممكن مناسب. لكن في الظروف الحاليه تدار اشياء كثيره في حضرموت، هناك نعم كل ما ذكرته سيد علي، كل ما ذكرته اضافه الى وفد حضرمي قام بزياره السعوديه ومؤتمر حضرمي في ماليزيا، والان يتم الاعداد لمؤتمر حضرموت الجامعه الاول، كل هذه التحركات والان زياره الرئيس، هل تصب في ذات السياق؟ نعم هو كل يصف في هذا السياق في هذا الاتجاه طبعا، لانه مطالب ابناء حضرموت ارتفعت والان اصبح الراي العام، وموضوع المؤتمر الحضرمي الجامع بدا يطرح قضايا كثيره ويطرح قضيه حضرموت والحقوق في حضرموت، والسؤال الكبير هو في زياره عبد ربه منصور هذه، وفي اطار التحركات كلها هذه اللي تفضلتوا وذكرتوها، هو ماذا تريد حضرموت؟ هو هذا المهم اللي نضعه نحن الآن، والذي يأتي بعد الاحتفال ولإعادة الذكرى الثالثة للهبة الشعبية، وكذلك في حضور التحضير للمؤتمر الجامع الآن، وفي حضور كثير من اللقاءات اللي تمت في ماليزيا أو التحركات اللي تتم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كلها لا خلاف عليها وكلهم متفقين في هذا الاتجاه، من أنه حضرموت يجب أن تأخذ حقها، والحضرموت اللي بيقول لها كلمة الآن، ويكون حان الوقت أن يوجد لها الكيان الذي يليق بها. طبعا كل يعني ليس شيء مفصول عن شيء ولا يبعد شيء ولو أربعة أو خطوة أو خطوتين، كله يتصل ببعض، وهذا يؤكد في الأخير أنه المسألة تكتمل من حيث في الداخل والخارج، وكل المسائل هذه تروي أو توصل إلى باب واحد وهو مفتاح حقوق حضرموت.
نعم. السؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن يطرح نفسه في شارع الحضرمي إلى أي مدى نحرر حقوقنا وكيف سنحققها في حضرموت وما هي الأطر السلمية والرائعة والحوارية التي يجب أن نصل إليها حتى نخلق من حضرموت كيان سلمي وكيان يحقق كثير من القضايا. وصلت الفكرة سيد علي، شكرا جزيلا لك. دعم إذن سيد علي اليزيدي المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة حضرموت، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد عبد الرحمن بن عطية، الملف الاقتصادي هو وموضوع الآبار النفطية وإعادة تشغيل الشركات النفطية كانت من أبرز مطالب الشارع الحضرمي كما تكرمت والمتكررة لسنوات، ما هي أبرز العراقيل التي تعوق إعادة تشغيلها الآن؟ في الحقيقة هي هذه المطالب زي ما ذكرت قديمة وموجودة في الشارع الحضرمي والكل يعني ينادي بهذا الجانب. الشركات النفطية هي عادت بعد أو هي لم تتوقف في الأساس، خاصة في بعض القطاعات التي كانت تشغل بعض المحطات الكهربائية خاصة لمحطات الوادي. بعد استقرار محافظة حضرموت وتحريرها في أبريل العام الماضي الشهر الماضي في العام الجاي تم استئناف جزئي لهذه القطاعات في شركة بترول مسيلة. عادة القطاعات تدريجيا للعودة، هناك تخريب حصل أثناء إبان الأزمة التي شهدتها محافظة حضرموت وانفلات الجيش هناك. هذه الخطوات تأتي في سياق تهيئة حاليا في هذه الشركات، هناك جزء كبير من الشركات تمت تشغيلها حاليا والآن يتم استئنافها في الوقت الحاضر. هناك حديث دار أيضا في هذا الجانب بخصوص قرار محافظة حضرموت التي كانت في هذا الصدد ويعني شجاعة وكانت أيضا تصب في مصلحة حضرموت أن تحصل حضرموت على جزء من هذه الثروة الموجودة كونها يعني المشغلة والموجودة في هذه الأراضي. أيضا الدكتور أحمد بن دغر صرح في زيارته السابقة لإيجاد نسبة أيضا لمحافظة حضرموت وأيضا وعدوا بدعم إنشاء محطة كهربائية في شركة بترول مسيلة في قطاع 10. كل هذه الخطوات نحن نقول تمهيدية لأن تعطى حضرموت حقها في هذا الجانب وتنعم أيضا بثرواتها، وهذا لا أظنه لا يختلف عليه اثنين وأنه حق من حقوق أبناء حضرموت. نعم سيد عبد الرحمن، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه حضرموت في معركة استعادة الدولة؟ بالتأكيد حضرموت هي محور أساسي في العملية السياسية في اليمن بشكل عام، وأيضا هي نراها محافظة نموذجية من جميع الاتجاهات سواء من الاتجاهات الاقتصادية أيضا من الاتجاهات الاجتماعية وغيرها. محافظة حضرموت ظلت لسنوات صمام أمان ويعرف عن هذه المدينة أنها مدينة سلام، وأيضا دائما ما يعني يراد منها أن تكون سباقة في عمليات السلام وأن تكون نموذجا لجميع المحافظات المحررة. حضرموت عمقها الاستراتيجي ومكانتها الجغرافية الهامة في هذا الاتجاه يعني يجعلها تكون سباقة أو تكون دائما في الصدارة في هذا الجانب. بالتأكيد حضرموت ستلعب دور أساسي في عملية الاستقرار في اليمن بشكل عام لما تشهده في هذه الأثناء بعد عملية التحرير واستعادة عافيتها بشكل سريع ويعني غير متوقع بالنسبة لبقية المحافظات الجنوبية أو المحافظات الأخرى. حضرموت دائما هي يعني هناك تعويل كبير في هذا الجانب، هناك نخب سياسية موجودة أيضا تلعب دور مهم في عملية الاستقرار في اليمن. نعم إذن عبد الرحمن بن عطية الصحفي كنت معنا من المكلا، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي، كان معي مدير عام مديرية المكلا الدكتور عبد الباقي الحوسري والصحفي عبد الرحمن بن عطية وأيضا المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة حضرموت السيد علي اليزيدي. هذه تحياتي أنا أمل علي وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة، نلقاكم على خير.